سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. السيد عالي صاحب جلال علي غريب مجدور. السيد رئيس مجلس التليمين مجدور. السيد كاتب عام عمالة كالليل. السيد رئيس جماعة الجريفية من نيابة. السيد باشا مدينة مجدور. موظف وموظفات المجلس الإقليمي بمجدور. أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم. التفاتة إنسانية من طرف رئيس المجلس الإقليمي بمعية أطر وأعضاء جمعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمجلس الإقليمي بمجدور، ارتأوا فيها وفي مبادرة نبيلة كما قلت الاعتراف بما قدمه موظف وموظفات المجلس الإقليمي ببجور أثناء مزاولتهم خدمتهم. آيات بينة من الذكر الحكيم يلقيها على مساميعنا الأستاذ تروزي سبعدي، فليتفضل. مشكور. قيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. الله أكبر مرة أخرى باسمي ونيابة عن جمعية أطر وأعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس. رئيس مجلس التليمي والسيد باشا والسيد رئيس جماعة جلالية النيابة وبالسادة المنخرطين وبالسادة أعضاء المكتب، أشكر الجميع على حضوركم وتلبية هذه الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكريمنا اليوم لهذه الفئة من الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد هو تكريم لجيل أفنى عمره في خدمة هذا الوطن، جيل أدى الأمانة وأدى المسؤولية الملقاة على عاتقه بكل أمانة وتفان، جيل عمل في وقت تحتت فيه الإمكانيات وحضرت فيه التضحيات، جيل يمكن وصفه بقوله تعالى والذين يظهرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. سيد عامر، سيد رئيس، السادة الحاضرون، أتشرف بحضوركم اليوم لأضيف أن هذه الالتفاتة بحقهم تبقى رمزية زيارات المولوية المباركة وزيارات وفود أجنبية لهذه المناطق لكي تؤكد على حق الملك المملكة الشريفة التاريخي والراسخ، بالإضافة إلى السيد العامل والسيد الرئيس. أجدد والوفد المرافق لهما نجدد الترحاب بكم. إن موظفي المجلس الإقليمي هم فئة أفلت عمرها بالإقليم، فهم في انتمائهم نلتمس من السيد العامل الإقليم صاحب جلالة والسيد الرئيس وكل فاعل في المجال الاجتماعي المساهمة والعمل على الارتقاء بالشأن الاجتماعي لدرجة موجه الفائدة العاملين بالمجلس الإقليمي لأجبر لتتمكن هذه المؤسسة التي تم تأسيسها لتكريم عضو تقاعدت. فننادي الذي كما قلت به وبمعية أطر عمالة إقليم مجبور الإدارة الترابية والسلطات المحلية صاحبا دائما في إنجاح كل المبادرات من أجل إنجاح، وكذلك سيكرم وتقدم له جائزة، فليتفضل سلاح الخيار رئيس المجلس الإقليمي المجبور ويسمي أخاه محمد أحمد التغريفي. إذا كما قلت هو فهنيئا لكل من ساهم من قريب وبعيد في كي يسلمه تكريما بهذه المناسبة، تكريما لرب الاعتبار والامتنان لكل الأطر الكفة الجافة. هنيئا لك كذلك أستاذ عبد العروسي. هذا السيد العام يحضرنا هذا الشريف اليوم على
تفضل منا الله يتفضل سيد عمدان كبابينا وعندنا داش صالحة اليوم نأمل جس إبراهيم إبراهيم حل المشكلة الله يجزاه بالخير المشكل كان في الوقت اللي كنت أنا فيه في المجلس الإقليمي من السابق كنت فيه في المعارضة شكرا مرة أخرى سيد عمدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن كما قلت لا ننسى أن هذا اليوم ويوم الاجتماعي والذي يتزامن مع احتفال عالم أسره وتقديمه. الآن ننتقل إلى لحظة لتكريم المتقاعدين رجال أعطوا وضحوا من أجل الصالحين من داخل قبة المجلس الإقليمي. السيد عبد الحق الشريفي فهنيئا لك هنيئا لك قمت هي كفاءات أعطت الكثير من داخل إقليم بوزنور أبو عبد الله هنيئا لك كذلك اليوم كما قلت هو اليوم لرد الجميل والتذكير بكل إطار المرة ودخل إله الذي غاب عن الآن إذن كما قلت يا رب على فليتفضل السيد مولاي ابراهيم التلوزي رئيس جمعيه رئيس جمعيه التصريفيه بالنيابه فليتفضل مشكورا كي يسلم تكريما اطار محمد السبقاوي اذا دائما ونحن اليوم في ضيافه جمعيه الاعمال الاجتماعيه لموظفي المجلس الاقليمي تؤكد لكم فلتتفضل مشكورا مرحبا بك في بيتك فهنيئا له وجعله مع الصديقين وهنا نستغل هذه الفرصه لنجدد رحمه الله الان لا ننسى المجهودات الكبيره التي بذلتها لجنه المنظمه في انشاء قوه المسلمين في مبادره انشائها المغرب كذلك يفتخر بطاقات مسؤوليته اعطت الكثير من العون للرجوع سواء على مستوى الاداره الترابيه وكذلك على المستوى المغربي بامريكا وبافريقيا وباوروبا وباسيا اريدكم صراحه ان نصفق ونحن نحتفل اليوم بعيد البراءه بحرارة كل انسان فهنيئا لكم هنيئا لكم لنوريه فهنيئا لك سيدتي هنيئا لك مره اخرى في مدينه ان شاء الله ستمتلئ عروضا بجوده من المدينه اذا هنيئا لك هذه كانت مفاجاه اذا هنيئا لك سيده الهام نقول له شكرا لكم وتتفضل سيده الهام كي تسلم هذا التكريم ودعا هذا العرس والذي فيه عرفنا وعلمنا ان لا شيء الا التضامن والتآزر هنيئا لكم انتم كذلك الذي كنتم اليوم بصمه امل لكل اطر المجلس الاقليمي هنيئا لاطر المجلس الاقليمي كل واحد باسمه وصفته لهذا الاقليم جزاكم الله خيرا لتنميه هذا الاقليم وسدد خطاكم وجعلكم رجالا صفا بديعا وراء السوق العاليه لله ملك البلاد محمد السادس نصره الله الان الساده والسيدات باسم الخاص ونيابه عن كافه اعضاء جمعيه الاعمال الاجتماعيه لموظفي المجلس الاقليمي بكونشتون يطيب لي في البدايه ان ارحب بالساده الحضور كل واحد باسمه وصفته مع التعبير لكم عن امتناننا العميق لتقاسمكم معنا الاحتفال بالعيد الاممي للمراه والذي يشكل مناسبه الاشاده بالدور الطلائع الذي تلعبه المراه المغربيه في تنميه بلدنا وفي الرفع من مشعل التنوير والتربيه وتربيه اجيال القد والتحقيق في التنميه المستدامه حضرات السيدات والساده وجب التذكير في هذا السياق بان المغرب يسعى جاهدا انطلاقا من التزامه الراسخ بمبادئ وقيم المساواه بين الجنسين الى تكريس مقاربة النوع والتكافؤ الفرص بين
الشيخ بما يضمن للمرأة موقعها المتميز ومكانتها الكاملة في المجتمع، ويمكنها من أدائها بقوة في صنع القرار السياسي والاقتصادي بالبلاد. النساء المغربيات ممثلات اليوم في البرلمان المغربي ب 95 من أصل 395 نائب مقارنة مع 81 امرأة في 2016، حيث ارتفع تمثيلهن إلى 24.3%، ومنهم من وصلنا إلى مجلس النواب عبر انتخابات مهنية، أي أنهن يمثلن فئة العمال والعاملات. حضرات السيدات والسادة، إن احتفالنا في يوم المرأة العالمي ليس من باب الترفيه ومضيعة وقت، بل هو فرصة هامة نقف فيها أمام المرأة معلنين عن تقديرنا لها وتقديرنا لكل إنجازاتها وسعيها الدؤوب لتكريمها وإنزالها منزلتها الحقيقية التي تستحقها بالعمل والجهد. فالمرأة هي الأم والأخت والزوجة والصديقة والبنت، تلك التي تعبأت وناضت كثيرا حتى أصبحت اليوم تمشي إلى جانب الرجل لا خلفه. حضرات السادة والسيدات، حيث أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فإننا في مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس الإقليمي بوجدور، ومن خلالنا كنساء الجمعية ليسعدنا ويشرفنا أن نتقدم إلى السيد رئيس المجلس الإقليمي بوجدور بأصدق عبارات الشكر وجميل معاني الامتنان لنا من دعم وتعاون واحتضان بفضل سياسة رشيدة لملك البلاد والهادفة إلى تحقيق مناصفة بين الرجال والنساء من أجل بناء مجتمع تنموي تسوده قيام المواطنة والمناصفة. عيد سعيد سيداتي، أمهاتي، أخواتي، زوجاتي، كل أمل، والسلام عليكم. شكرا صراحة، الكلمات مؤثرة. قرعة حمديها. سيد عامل صاحب جلالة عن إقليم بوجدور يتفضل كي يسلم تذكرة لأداء مناسك العمرة بالمجان. هنيئا لك وهنيئا لكل من جاء وساهم في إنجاحه. تفضل السيد عبد الخيار رئيس مجلس إقليم بوجدور كي يسلم هذه التذكرة لأداء مناسك العمرة بالمجان. إذا فهنيئا للفائزين من وافاهم الحق. رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس الإقليمي بوجدور نيابة عن كافة موظفي الجماعات الترابية بالإقليم وموظفي المجلس الإقليمي خاصة، بأن يرفع إلى مقامكم الشريف أسماء آيات الولاء وأصدق عبارات الإخلاص والوفاء، مقتدلا إلى العلي القدير أن يديم عليكم وفور الصحة والعافية وأن يوفقكم في جميع الخطوات الرشيدة والمساعي السديدة التي تبذلونها في جميع الميادين من أجل رفع من مستوى شعبكم والمتفاني في خدمتكم والمتعلق بعرشكم عرض الحرية والديمقراطية. مولاي صاحب الجلالة والمهابة، إن أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية
جلالتكم لتحقيق مزيدا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذا الإقليم القاري من مملكتكم الشريفة. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا ومنالا آمنا لهذه الأمة ومنارا هاديا ينير طريقها وحسنا حصينا لسيادتها وكرامتها وعزتها، وسدد خطاكم وحقق مسعاكم وسبل عليكم نعم الصحة والعافية وأحاطكم بعنايته الربانية وأطال عمركم وعز بكم الإسلام والمسلمين وأقر عينكم بولي عهدكم الخاتم السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وسمو الأميرة الجليلة لالة خديجة، وأشد أصرتم بشقيقكم السعيد الأمير الجليل مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الكريمة، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام على المقام الآن بالله ورحمته ورد بمشهور يوم الثلاثاء 5 شعبان 1443 هجرية موافق 8 مارس 2022 خديم الأحزاب الشريفة رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية للمجلس الإقليمي إمدار الدين تلمس. ديال بوجدور كانت واحد النشاط اشعاعي، نشاط لصالح المنخرطين ديالها، رسمنا كانت قرعه توجت في الاخير بقرعه الى الديار المقدسه في عمره ان شاء الله الرحمن الرحيم في رمضان، وكان تكريم للمتقاعدين وتكريم لبعض الأراميل وتكريم كذلك لبعض النساء بنساء المجلس الإقليمي اللي بمناسبة 8 مارس عيد المرأة. كان تكريم الأخوات ديالنا الموظفات والمنخرطات، وكان كل شيء إيجابي الحمد لله الرحمن الرحيم.